السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أحبابتي في قناتكم قناة عالم ليلى. اليوم جيتكم فيديو جديد، وصفة جديدة لزيادة الوزن، وصفة رائعة مغذية فيها فوائد كبيرة، خصوصا اللي عندهم ولا يعانوا من هشاشة العظام، يعني هذه الوصفة راح تكون مفيدة لهم جدا، كذلك تزيد الوزن بسرعة كبيرة. بنات قبل ما نروح لوصفة اليوم كالعادة، لأول مرة تزورنا جديدة ما تنساش دير اشتراك في القناة باش يوصلوها الفيديوهات الجديدة. أما بالنسبة لمشتركاتي حبيبتي، ما تنساوش إعجاب الفيديو ومشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي. إذا بنات، المكون الرئيسي في وصفة اليوم وهو حب الرشاد. كما تعرفوا أنه حب الرشاد عنده فوائد كبيرة، غني بالفيتامينات، غني بالمعادن، غني بالكالسيوم، ويستعمله كثيرا لتقوية العظام. بالنسبة للبنات اللي عندهم هشاشة العظام، كما تعرفوا أنه النحافة الشديدة تسبب هشاشة العظام ونقص الكالسيوم، لذلك راح تكون مفيدة في بناء العضلات وبناء العظام، ننصحكم بها بالنسبة اللي يعانوا من هذا المشكل. إذا حبيتوا تزيدوا تعرفوا على فوائد حب الرشاد، ما عليكم غير تدخلوا لجوجل وديروا بحث عليه، راه عنده بزاف فوائد ما نقدرش نذكرها لكم في الفيديو لأنه الفيديو راح يكون طويل بزاف. ثاني مكون بعد حب الرشاد وهو التمر أو عجوة التمر، لتباع بهذه الطريقة. بالنسبة اللي ما عندهاش عجوة التمر، تقدر تستخدم التمر، يعني تقوم بتعجينه، ولا تستعملوا حبوب حبات التمر. راح نقولكم كيفاش تستعملوها في هذه الوصفة، ولكن هذا التمر راه متوفر وراه رخيص، وكما أنه كما تعرفوا كذلك التمر راه معروف في زيادة الوزن، يستخدم بزاف في زيادة الوزن، وكذلك في علاج فقر الدم لاحتوائه على كميات كبيرة من الحديد. يعني هذه الوصفة راح تكون متكاملة، راح تكون مفيدة لهشاشة العظام، راح تكون مفيدة لفقر الدم، وراح تزيد الوزن، يعني ثلاثة في واحد. لذلك ننصحكم بها هذه الوصفة اللي عندهم ضعف عام، يعني يعانوا بزاف من مشاكل في الجسم تاعهم. والتمر كما قلت لكم معروف لزيادة الوزن، لاحتوائه على سعرات حرارية كبيرة، لاحتوائه على السكريات، لذلك راح يكون مفيد في هذه الوصفة. بالنسبة لطريقة تحضير وصفة اليوم، راح ناخذ ملعقتين كبيرتين من حب الرشاد مع كمية من التمر، يعني كي من هذه الكمية راح تكون كافية، يعني هنا راهي حوالي رطل من عجوة التمر. راح نخلط معها 2 ملاعق كبيرة من حب الرشاد ونضربوهم في الخلاط الكهربائي حتى نتحصلوا على خلطة، أو يعني هذه الخلطة راح نحتفظوا بها في علبة زجاجية بطبيعة الحال، وراح ناكلوا ملعقة كبيرة في الصباح وملعقة كبيرة قبل النوم. راح نلاحظوا النتائج بإذن الله، راح نلاحظوا فتح في الشهية، راح نلاحظوا تحسن في البنية الجسدية. بالنسبة لي ما عندهمش عجوة التمر كما قلت حبوب التمر، راح يوضعوا القليل من حب الرشاد داخل حبة التمر بعد ما ينحوا لها العلف أو العظم، ويأكلوها في اليوم، ناكلوا 4 حبات في اليوم. بالنسبة لما يحبوش هذه الطريقة، تقدروا كذلك تستعملوا هذه الوصفة وتشكلوها كريات صغيرة بعد ما تخلطوها مع حب الرشاد، وتستخدموها كريات صغيرة وناكلوا 2 كرات في الصباح و2 كرات قبل النوم. يعني كل الطرق راح تكون مفيدة، انت فقط استعملي الطريقة اللي تناسبك واكيد راح تكون نفس النتيجة. اذا بنات ان شاء الله تجربوا هذه الوصفة وتنجح معكم ويزيد الوزن تاعكم. اذا عجبتكم وصفة اليوم، ما تنسوش اعجاب الفيديو ومشاركته مع الاصدقاء حتى تعم الفائدة، والى اللقاء في فيديوهات جديدة بحول الله.